النهارده احنا هنشرح باراجراف عن الكلام عن نفسك انت كطالب في اعدادي. في اول حاجه هتقول ايام حمزه. ايام ايه حمزه؟ ايام ان انت في سنه كام؟ تاني اعدادي. بريب تو سكول. بريب تو سكول مدرسه اعدادي. ماي سكول مدرستي فور بويز مدرستي من اجل الايه؟ الاولاد. تمام. اي لايك ماي سكول. سكول بحب مدرستي. انت عندك 13 سنه مثلا. اي ام ايه؟ اي ام 13 years old. اي ام 13 وخلاص. اي ام 13. تمام. اي لاف بلاينج. انا بحب لعب الايه؟ الكوره. ايوه بحب لعب الكوره. تمام. I love playing football. I love mom and dad. تمام. ايه كمان؟ I love my teachers. I love my teachers. بحب المدرسين بتوعي. تمام. I love my teachers. لحد كده احنا بنتكلم عن نفسنا كويس قوي. My school مدرستي. My school is ايه؟ My school is nice. Is nice. وكمان big. Big. Nice ايه؟ انت هتاكلها. Is big. انت هتتعرف. مدرستي جميلة. ماشي. My school. مدرس زي انا بحب زمالي اصحابي. I like my children. My friends. I like my friends. انا بحب اصحابي. اصحابي ما بيحبونيش. ايوه. المدرسة قريبة ولا بعيدة؟ مدرستي بعيدة. My school is far. إذ ممكن تقول far from أو ممكن تقول away from. Away from. From my home. My school is away from home. مدرستي بعيدة عن البيت. Go to. أنا بدور على أسهل جمل. I go to school by A. بعد كده انا بتكلم عن مدرستي. تمام. ماي فيفوريت. ماي فيفوريت. فيفوريت يعني مفضل. ماي فيفوريت سبجكت اللي هي الماده المفضله بتاعتي. ماي فيفوريت سبجكت از انجلش. هنكدب سبجكت از انجلش. ما تسكتش هتكمل تقول اي لايك ايش. اي لايك ايه؟ انجلش. انجلش از ماي فيفوريت سبجكت. نفس الكلام بعيده. My favorite friends أو my classmate. classmate يعني زميل فصل. is صاحبك اللي في الفصل اسمه ايه؟ حاتم. I like حاتم. بحب حاتم. بتناول الفطار مع حاتم أو مع أسرتي. I have lunch with my my. الجمله دي ما لهاش اي لازمه دلوقتي بس اوكي. بيرنتس او فاميلي. فاميلي. ما لهاش لازمه الجمله دي. سهله سهله بس اوكي. انا باخد الغداء مع اسرتي. بس انا كده طلعت من المدرسه. سكول من المدرسه. ات 2 اوكلوك. الساعه 2 بالظبط بروح. School at 2 o'clock. I go home. ممكن تريح دماغك تقول I go home. At 7 ايه؟ انت طالع مدرسة 2 تروح بتسعة 7. I go home at 2 o'clock وخلاص. كده بنعمل باراجراف كبير على نفسي وعلى مدرستي وعلى كل حاجة. حمزة. كم اخ ولاد؟ 3. I have 3 brothers. يعني انت ولاد بس مفيش بنات؟ في بنت واحدة. يبقى انت تو بقى. I have two brothers. غيرك ما انت محسوب. 3 صبيان. ايوه انت واخواتك الاثنين. and one beautiful او nice عادي sister. واخت ايه؟ جميلة. جميلة. تمام. my sister name is ايه؟ is my sister name is May. May.
تمام. she is in في سنة كام برايم؟ 6 o'clock. برايم 6. اه تمام. اوكي اوكي. ماي برادر، ماي برادرز، هما اتنين برادر اهي، وحط الاس والبوسيسيف دي كده، بوسيسيف اس، اس الملكيه. ماي برادرز نيم، وحط اس كمان عشان جمع. اسامي اخواتك الصبيان، اسامي اخواتي الصبيان محمد وفهد. محمد اند فهد، اند فهد. تمام لحد كده والكلام جميل. بعد كده I like them so much. I like my home. My house. نتكلم عن my dad. بابا is a بابا اشتغل ايه؟ مهندس. A housewife. My mother is a housewife. تمام؟ تمام. She is my love. حبيبتي او بحب. my love خلاص، ما حبيبتي. she helps. لا خلي اتكلم عن نفسك. I help my mom. اكدب شوية يا حمس، مش مشكلة، مش مهم عادي. my mom at home مثلا. I make the bed. make the bed. bed. وارتب السرير. لا مش مشكلة. I make breakfast. I make breakfast. وبعمل الفطار. ما قلناش كوك بقى، قلنا ميك. ينفع؟ اه ينفع. ينفع ينفع كوك. ميك او كوك بريكفاست. تمام. انت هنا كاتب انا عندي بيت كبير. ماي هاوس از بيج، او اي هاف ا بيج هاوس. اي هاف ا بيج هاوس. تمام تمام. وفي البيت 5 غرف. ايه يا خبر؟ زير مستحيل. اسمع انت بتكذب يا حمزه، احنا عندنا 3 بس. خلاص يبقى there is 3 rooms in my home او house. الفرق بين home و house ان الهاوس ده اللي هو ممكن مكان اعم شويه، بس it's okay. there is a room for my father and mother. there is برضو a room for my sister. نفس الكلام. there is a room for me and my brothers. تمام تمام. my brothers. there is a cupboard. a cupboard. board. in my room. غرفتي فيها ايه؟ فيها دولاب. many shelves. شلف هي يا حمزه. شلف يعني رف. هنشيل الاف ونحط في اي اس. شلفز رفوف. ليه بس؟ هو عندي 5 6. اما هو انت عندك ادراج. تمام. I have او there is. there is a computer in my room. تمام. there is a desk in my room. my sister's room. بلاش يا حمزه الكلام ده، حرام عليك، قبيحه جدا لانها تفسد فيها ولا تنظفها، واختي ممله بكل شيء. my sister's room والله is dirty. قذرة. she doesn't. does هي حمزة وحط ان apostrophe t. doesn't clean it. ما بتنظفهاش. my sister. my sister is a careless. care اهي less. there is a garden. there is a garden in my home. there is a garden. it's a beautiful garden.
it has حط بقى trees flowers grass and grass and ايه grass. دي كده افكار كتيرة جدا لصناعة اكتر من باراجراف عن النفس وعن المكان وعن المدرسة. السلام عليكم.